كتيرة قوي موجودة، دي كلها بسبب الجان شوتس. ايه تاني موجود فيه؟ ان هو left نيمو pleural effusion، left hemothorax. يعني هنا السبين، هنا لو بصينا على السبين هنلاقي هو مش كله، مش حتة واحدة، ده السبين حصل فيه تار. طبعا البيشنت ده قبل ما بيدخل السي تي بيعمل اكس راي، بيعمل سوري سونار. السونار لو كنتوا مع الدكتور احمد شفتوا ده اول حاجه بيشو بيدخل اي بولي تروما، اول حاجه سونار بيبص على السبين وعلى اللفت كيدني، على الرايت على الرايت كيدني وعلى الليفر، ونبص على الميد لاين البانكرياس، ونبص في الاخر على البلبس. البيشنت لو هو لو الدكتور مش قادر يبص قوي على الناحيه الشمال، ساعتها ان هو لازم يكتب ان هو مش شايف، ان هو لو كتب ان هو شايف انها نورمال وطلع عنده المنظر ده، هو ان شاء الله هيروح في داهيه خلاص. فلو هو ايفن قال ان هو عنده اماونت فلويد قليله، فده انديكيشن ان هو هيعمل حاجه ثانيه او الدكتور يفتحه. لو هو طبعا قال ان هو في السونار عنده السبلين متبهدل ومتفرتك، خلاص كده مش محتاج يعمل سي تي. بس هو في ناس بتعمل سي تي ان هو يتاكد ان هو ما عندوش حاجه ثانيه زي البيشنت ده. ده بيشن تاني برضو عنده ابدومينال بلفيك تروما، شايفين السبين يعني ده سبينت تير، السبين متفرتك خالص، مش تير صغير. لازم لما تيجي تقول التير ده كبير ولا صغير، وهل في جزء من السبين كويس ولا لا، هل في معاه اي اسوشيتد اذر انجريز ولا لا. لو لاسريشن بتكون حاجه رفيعه قوي، لو التير بيكون بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، كونفيوجن بتكون بطشه موجوده. يعني لو انا لقيت سبين نورمال كله كويس ولقيت فيه بوتشه، يبقى ده كونتيوجن. بوتشه يعني ايه؟ يعني بوتشه مش بيضه بقى، لا بوتشه سودا، يعني حته مش واصل لها بلاد سبلاي، حته مش واصل لها كونترست، يبقى دي كده بيشنت عنده كونتيوجن. طب ايه اهميه، ايه تاني مهم نبص عليه واحنا بنعمل السي تي والكونترست؟ لو العيان عنده هيماتوما، يعني في حته كولكشن محاوطه مثلا كيدني او محاوطه السبلين. طيب ايه تاني مهم قوي نعرفه؟ لو العيان عنده اكتف بليدنج، اكتف بليدنج من اورجن، هنعرف ازاي؟ العيان حقنينه كونترست، اي دي كونترست، ما تشربش العيان لو سمحت، ما تشربش العيان، علشان لو انت شربت العيان مش عارف كونترست جايه منين. فانا هحقن العيان اي دي كونترست وهبص على اورجن اورجن. لقيت مثلا هنا مش موجود، بس لقيت مثلا هنا في حته هنا هايبر انتنس، حته بيضة من ال ده معناها ان في كونترست جاي من الفاسلز، معنى كده ان في اكتف اكسترا فازيشن. هنا مفيش اكتف اكسترا فازيشن عشان هنا الفلويد كله هايبودنس، مفيش اي دم. طيب ده ليفر انجري برضه، عيان كان جاي بتروما، واضح انها كانت بنتريتنج تروما. هنا الليفر ده مش لاسريشن، يعني مش خط صغير لينير ماشي، لا ده الليفر كله مشقوق نصين. مهم على فكره ان احنا نقول الليفر اذا كانت التير واصل واحد مع في سكته اي فاسل ولا لا، دي حاجه مهمه قوي، يعني مش ما ينفعش ان انت ما تقولهاش. لا دي مش سب كاسر هيماتوما، دي كولكشن، يعني هي ممكن تكون هيماتوما ممكن تكون كولكشن عادي، بس عشان البيشنت ده عنده تير فهي اكيد دم، يعني هي اكيد في الاخر دم. بس انت عمرك ما هتقدر تحلف، يعني غير لما تقيس. يعني في احنا عندنا في لما تيجي تقعد على جهاز السي تي وانت بتكتب الريبورت، عندك اوبشن انك تعرف الميه دي او اللون ده اللي قدامك ده ميه ولا مش ميه، بقياس معين. عندك كل جهاز فيه كودز كده مكتوبه، الميه مثلا بيقياسها 20، الدم قياسه 50، الفات قياسه كذا، لو كالسيوم قياسه كذا. فانت لازم تقيس، لو انت طلع الاتش يو بتاعها عالي 60 مثلا، يبقى ده انت تقول ان هو ان في هنا هيماتوما، بس مش اكتف بليدنج. في فرق بين هيماتوما واكتف بليدنج. طيب ده بيشنت كان برضه موتور فيكل اكسيدنت، اوكي ده كان 17 years old female. لو بصينا هنا هنلاقي ان في هنا في شويه كولكشن حوالين الكيني، دي اسمها بيري نفريك هيماتوما. بيري نفريك هيماتوما البيشنت دي ما عندهاش تير، ما عندهاش لاسريشن، ما عندهاش كونفيوجن. طيب هعرف منين اذا كان في كونفيوجن؟ هلاقي مثلا فور اكزامبل هلاقي جزء من الباريكيما ده مش واخد سبب، يبقى ده بيشنت بالهيستوري، لازم هيستوري مهم. بيشنت عندها تروما وبعدين لقينا ان في جزء من الكيدني مش واخد بلاش، معنى كده ان في كونفيوجن. طيب لقينا غير
الهيماتوما دي لقينا فيه خط كده، يبقى كده البيشنت عنده هيماتوما وعنده تال، ده بيعلي كاتيجوري بتاع الانجي بتاع الكيدني عشان الجراح يعرف هيعمل ايه. طيب لقينا مثلا في بقى يعني غير التال مش واصل بس هنا، لا داخل لغايه جوه، لا البيشنت دي لازم تو بي ريبورتد اون سبوت عشان دي هتتفتح في وقتها. في حاجات بتمشي كونزرفاتيف وحاجات بتمشي ان هي تتفتح، فانت لازم تقول للجراح هو البيشنت عندها ايه. دي كان بيشنت تانية برضو فبرضو تروما، البيشنت ده اتحقن صبغة في البلادر، اتحقن صبغة في البلادر يعني مش اي في. ليه حقنها صبغة في البلادر؟ عشان هما كانوا شاكين، كان لما البيشنت ده بيشنت ما بتجيبش يعني يورين كويس، وكانوا شاكين انها عندها بلادر رابشر، فلما حقنوا الصبغة في القسطرة في اليورينري كاثدر لقوا صبغة خرجت بره البلادر حاوطتها كده، ده معناه ان في اكسترا بيرتونيال رابشر. اكسترا بيرتونيال رابشر في حاجه اسمها اكسترا بيرتونيال وحاجه اسمها انترا بيرتونيال. اكسترا بيرتونيال بالمنظر ده يعني هي مش محترمه بيرتونيال، هتلاقيها عامله كده ممكن تنزل تحت لغايه الفم تحت لغايه رجليها، لكن لو انترا بيرتونيال هتلاقيها زي حوطه الليفر وحوطه السبلين وحوطه الكيدني. Thank you very much.